اتفضل يا عم. نت يا باشا قول على شبكه يخين. ايه شعورك وانت قاعد بتتأمل؟ شعوري جامد جدا طبعا. إيه يعني ايه ازاي يعني شايف ان هو بس طبعا بيترفع. اه شفت الشاب وهو طالع كده؟ اه بجد طبعا الفل عليه. هو الشاب لا مش الراجل اللي نزل العالم ده عندك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله والله فضل من ربنا علينا كلنا. وصف لي كده وشعورك كده وقول كلنا فرحانين طبعا لان احنا تعبانين النهارده. وجينا احنا هنا من امبارح الظهر صلاه الجمعه وبايتين هنا معتصمين وبرضه عندنا معتصمين لحد ما يطلع قرار رسمي من المشير لازم سفير يطلع بره مصر. تمام ماشي. ايه يا ريس؟ كفايه هو كفايه هو؟ استحرت ولا لسه؟ لسه يلا صح اللي في القلب الاول. يا عم خلاص ان شاء الله هيغوروا. يا عم الناس قالت كل حاجه. احنا ما بنعملش حاجه غلط وربنا معانا بس النور كده في وشي وانا مش شايف حاجه. لا يا باشا انت نورك مغطي عليك. احنا ما بنعملش اي حاجه غلط وان شاء الله ربنا معانا. صح ايوه يا عم. يا عم والله الحمد لله الراجل اللي طلع ونزل العلم بتاع اسرائيل ده وحط علم مصر وفلسطين ده قال كل حاجه وان شاء الله دي رساله عشان خاطر بس اسرائيل تعرف ان لو ربنا اراد وكان في حرب قد ايه هيطلعوا يحاربوا حتى لو من غير والله سيبكم في الصحراء بقى. والمره دي ما فيهاش بلطجيه وما فيهاش بقى عصبجيه والكلام ده كله. شباب نظيفه اهيت. بص اهو شباب نظيفه لا بلطجيه ولا عصبجيه يعني ما فيش كلام ولا في جدال ولا اي حاجه. كلها ناس نظيفه وشباب عايزه البلد تبقى كويسه يبقى ليها كرامه للدم المصري. مصطلح البلطجي دلوقتي ما بقاش بلطجي. مصطلح بلطجي يعني الراجل ده كويس كده بالظبط كده الحمد لله. كان اخر شعار قبل التحرير قبل ما نمشي من هناك البلطجيه والشعب ايد واحده بالظبط. السلام عليكم. مش عايز تتكلم انت خلاص بقى الناس قالت كل حاجه. ايه رايكم في الشاب الجميل اللي خد العالم سبايدر مان المصري؟ مصري بطل. شعب المصري ابطال.